مو انت كبير الحكمة بالقصر، كيف بتغلط هيك غلط؟ بهالتشخيص هاد عرضت البلد وكمان عرضت مستقبل الدولة العلية للخطر. سامحني يا مولاي السلطان، بس أعراض مرض حضرتك كتير بتشبه أعراض الوباء، وخاصة بعد ما فقدنا الأمراء بهالوباء اللعين. الله يرحمون. أنت كبير الحكمة، يعني لازم تحط ببالك كل الحسابات والاحتمالات. بعدين ياسر أفندي أكتر من مرة حاول ينبهك. منيح اللي راح لعن سنان باشا والباشا صدق كلامه. سنان باشا، معروفك ما راح انساه. طلوبي اللي بدك اياه مني. شكر مولانا وتقديره اهم واغلى عندي من اي شيء. انت هلا خليتني شك بقدراتك كحكيم، لهيك راح اعزلك. انصرف. أمير شلبي، من هلأ ورايح أنت رئيس الحكمة، وهذا الشاب الماهر هو مساعدك الأول. إياك تبخل عليه بعلمك. بتشرف يا مولاي. ممنون لطفكم مولاي. هلأ قل لي يا أمير شلبي، شو هو مرضي؟ سيروس يا مولاي، أو بيقولوا له تلف بالكبد، وهذا مرض خطير إذا ما عالجناه رح يتطور والكبد بيضمر يوم بعد يوم. هالمرض الملعون ما في له علاج يا أمير شلبي؟ للأسف لا، بس نحنا قدرنا نكشفه بكير، وإذا نحنا التزمنا بالأدوية والحمية منحد من انتشاره. بس الأهم تمتنع عن شرب الخمر يا مولاي، لأنه بيأذيك كتير ولو بكمية قليلة. مولاي، نحن بعتنا أنواع جديدة من المدافع على أرض روم وفان والموصل مشان الغزوة، وإن شاء الله بتكون هنيك قبل وصولك. ممتاز، خليهم يجهزوا البارود والزخيرة الجديدة وكل شي بيلزم بأسرع وقت. الوقت بلش يداهمنا. عم فكر نكمل سيرنا باتجاه بغداد بدون ما نصب معسكر على الطريق. الوزير الأعظم بيرم باشا رح يوصل قبلنا ورح يشرف على تجهيز الجيش والمدافع. مولاي، هذا مخطط لقلعة بغداد. أنا بنفسي عملت تحصيناتها وتعتبر من أهم القلاع وأكثر تحصيناً. بغداد، حلمي المؤجل يلي شاركني فيه المرحوم مصطفى. بالوقت اللي كنا فيه عم نحارب التمرد والخونة، حلم بغداد كان مرافقنا وعم يمنحنا القوة. وللأسف خسرت رفيق حلمي يا يوسف، وهلأ بدونه رح حقق هالحلم. أنا حكون مكانه ورح كون جنبك لآخر قطرة من دمي يا مولاي. ربي أخذ مني رفيق عمري، بس لأنه ربنا بحبني رزقني برفيق جديد غيره.